وعن الاستعدادات الأمنية والفنية لاقتراع المحافظات، معنا مباشرة من دهوك عبر تطبيق سكايب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الأسبق الأستاذ سربست مصطفى. أهلا بك. إذن المفوضية اليوم ناقشت خطة تأمين 6000 مركز اقتراع في كل العراق، كيف تابعت هذه الاستعدادات وهي خصوصا في مراحلها الأخيرة؟ نعم، شكرا لكم وتحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. طبعا المفوضية لابد أن تقوم بوضع استعداداتها موضع التنفيذ قبل إجراء العملية الانتخابية، حيث أن هنالك وجهين في لحماية العملية، هي عن طريق تشكيل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات والتي تكون للمفوضية دائما عضوين فيها، وتشمل أيضا ممثلين من جميع القوى الأمنية والقوات المسلحة حتى تقوم بحماية مراكز الاقتراع، مراكز التسجيل، مكاتب المحافظات، المخازن، وأملنا أن تستطيع حماية حتى المرشحين أيضا بهذا الخصوص لأداء حملاتهم الانتخابية التي قد تبدأ بعد فترة. أما الجانب الآخر فهو الجانب البرامجي والجانب استعمال الأجهزة الإلكترونية. هذه المحاكاة الأولى والثانية هي في سبيل تشخيص الأخطاء التي وجدت فعلا في بعض المحطات في بعض المحافظات لأجل معالجتها سابقا، ولكن هنالك مهمة بهذا الخصوص وهو أن القانون الانتخابي قد أحدث طرق أخرى، حيث أن مثلا المحطة التي لا يمكن أو لم تتمكن من إرسال نتائجها خلال 6 ساعات ترسل المحطة مع أوراقها إلى مركز تدقيق في كل محافظة ليتم عدها وفرزها يدويا مرة ثانية بعد أن عدت إلكترونيا ويدويا في المحطة. بالتالي طيب، بالإضافة إلى ما شرتم إليه من موضوع نصب الكاميرات، كاميرتين في كل محطة وكاميرا على مركز الاقتراع. هو هذا أسألك أستاذ سربس، يعني على موضوع الكاميرات، يعني نتحدث عن تأمين اختراق الأجهزة وتزوير النتائج. المفوضية تؤكد بأنها هي الأجهزة رصينة، لكن هي نفسها اللي استعملت واستخدمت بالانتخابات السابقة، هل ربما ستتجدد الشكاوى أيضا بعد الانتخابات؟ هي الشكاوى ما ستستمر حتى لو نزل الملائكة وجرى عملية الانتخابات في العراق، لأن التشكيك بالعملية الانتخابية هو تشكيك سياسي بامتياز، يبقى على النتائج التي يحصل عليها كل حزب في هذه العملية الانتخابية. القانون حل هذا الإشكال، لأن هنالك عد فرز يدوي بالإضافة إلى العد والفرز الإلكتروني، والنتائج التي لا ترسل خلال 6 ساعات لا يمكن، يعني سترسل المحطة إلى مركز التدقيق، وحتى التقارير الحكومية التي في 2018 وما بعد ذلك أشاروا بأن احتمالية القرصنة ممكنة بعد خلال مدة 9 ساعات، في حين أن هذه النتائج خلال ساعتين أو أكثر، وهي نفس النتائج التي تستطيع كل حزب عندما يكون لديه جهاز انتخابي بسيط بتجميع أصواتها ومقارناتها مع النتائج المعلنة، ستعرف إن كان هنالك فرق أم لا. فإذا كان هنالك فرق على المفوضية تبيانها في أي محل كانت وفي أي مركز حتى من كلامك نعم من كلامك أفهم بأنه مسألة حماية الانتخابات من الهجمات الإلكترونية والقرصنة على التصويت والنتائج يمكن اختراق ذلك مع اطمئنان المفوضية الأجهزة. هذا يبقى على تقارير الشركة الفاحصة التي المفوضية تتعاقد معها لتقوم أولا بفحص برامج الأجهزة التي تعمل في مركز أو في محطة الاقتراع، وأيضا برامج الأجهزة أو السيرفرات بحيث برمجة التبويب النتائج وجمعها وإعلانها. طيب، وبهذا التقرير ما يكون يعني متابع للعملية الانتخابية. بالتأكيد لديها ملاحظات الآن على موضوع المحاكاة، وعليها مع المفوضية وجود علاج لنقاط الخلل التي
حددت خلال هذه العمليات ومن ثم علاجها حتى تكون جاهزة في يوم الاختراع. لكن يبقى موضوع الثقة بالعملية الانتخابية وبلجنة وجهات نظر تختلف من جهة إلى أخرى وحسب ما هو موقفها من الموضوع. يعني بعد شهرين ونص على إجراء الانتخابات المحلية، كيف تتوقع نسبة المشاركة، خصوصا المفوضية أعلنت أنها ستشرع بتوزيع أكثر من 2,000,000 بطاقة بيومترية نهاية هذا الشهر؟ ونسبة المشاركة بالتأكيد ستحد بسبب وجود نص في القانون وهو استعمال البطاقة البيومترية حصرا. الذين لم يحدثوا بطاقاتهم أو الذين حدثوا ولن يستلموا بطاقاتهم بالتأكيد سوف لا يستطيعون المشاركة في عملية تصويت. عملية عدد الناخبين في عموم العراق بالنسبة لمجالس المحافظات أو في المحافظات 15 هي 23,000,000 وكسر، وعدد الذين حدثوا بياناتهم أكثر من 16,000,000. بالتالي هنالك نسبة لم يحدثوا إما بسبب تذمره من العملية السياسية والانتخابية أو أصلا عدم اهتمامهم بالموضوع السياسي وبالانتخابات، وهذه النسبة موجودة في كل دول العالم، أي أن نسبة التصويت تقل في جميع دول العالم بسبب عدم الاهتمام بموضوع الانتخابات واهتمام الناس الأكثر بكيفية كسب وسائل معيشتهم. طيب، بالتالي باعتقاد نسبة التصويت لن تكون كبيرة في هذه الانتخابات. تكلمنا تكلمنا عن الاستعدادات في لوجستيا فنيا ميدانيا، لكن ما الذي تبقى من استعدادات أخرى لم نتحدث عنها؟ تفضل. الاستعدادات الأخرى باعتقادي هو على الجميع، ونقصد الجميع هنا شركاء العملية الانتخابية من الأحزاب، من وسائل الإعلام، من الناخبين، من منظمات المجتمع المدني، المحافظة على نزاهة العملية الانتخابية وعدم تشويه الانتخابات لأسباب سياسية، وضرورة الحصول على المعلومة من المفوضية، وعدم درج بيانات وأرقام هي غير صحيحة، هي قد تكون مجرد تخمينات أو أرقام سابقة احتمال توزع من قبل بعض المنظمات. لذلك التعاون مع المفوضية المفوضية أيضا إلى انفتاح أكبر مع شركائها لغرض تثقيف الناخب وتوعيتهم بهذه العملية. عبر تطبيق سكايب من دهوك رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الأسبق سربست مصطفى، شكرا جزيلا.